اسمع من كلامهم وقل بارك الله فيك، أين نحن من هؤلاء؟ يقول أبو بكر لخالد رضي الله عنهم: ترضى من الشرف يتبعك الشرف، واحرص على الموت توهب لك الحياة. لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ كتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما في غيبة غابها: أما بعد، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن اتكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه جزاه. فأهل التقوى أهل الله، فاجعل التقوى عمارة قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا خير لمن لا خشية له. كان يقول: كل يوم يقال مات فلان ومات فلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر، ولقد مات عمر. لكن على أي حال، أما من كلام عثمان فقد كان يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. كان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربهم. لا عجب، فقد كان يقوم الليل كله بالقرآن. ولعلي رضي الله عنه كلام ومقال، اسمع وتفكر. قال رضي الله عنه: ألا إن لله عبادا مخلصين، كمن رأى أهل الجنة في الجنة فاكهين، ورأى أهل النار في النار معذبين. شرورهم مأمونة، قلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة، حوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة. أما بالليل فصفوا أقدامهم في صلاتهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم: ربنا ربنا، يطلبون فكاك رقابهم وصلاح قلوبهم. أما بالنهار فعلماء حلماء، بررة أتقياء، كأنهم القداح يعني السهام، وشبههم بالسهام لأن أجسامهم ضامرة من الصيام والقيام. يقول: ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى، ووالله ما بالقوم من مرض، ولكن خالط القوم أمر عظيم. وما أحلى وأجمل وصف الله لهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بكى أحد الصالحين عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. انظر على ماذا يبكون. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. من اشتاق للجنة هجر الشهوات واللذات في الدنيا. الدنيا كالحلم تمر مر السحاب، ساعة من زمن ثم تنقضي. ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انقضائي؟ هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوالي. أحبتي، ليس المطلوب ترك الدنيا بتاتا، فإن هذا ليس بالإمكان، ولكن المطلوب الاعتدال في طلبها على وجه مباح لا يصد عن ذكر الله وطاعته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم،
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لو لم يكن في الدنيا عين إلا أن أهلها يموتون لكفاها.